متابعين ومشاهدين قناة جاي اس فور وي، ارحب بكم. الدرس الاول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة للتعلم على برامج الار جي اس. راح نتعرف على قواعد التوبولوجي لتصحيح الشكل الهندسي لطبقة من نوع بوينت نقطية. لكن قبل المتابعة ينصح بمشاهدة دروس سابقة عن التوبولوجي، كيف نقوم بانشائه وكيف الشروط المعينة وخصائص التوبولوجي. ايضا راح يتم وضع روابط هذه الدروس في وصف هذا الفيديو. بالبداية أيضا في وصف هذا الفيديو يوجد عندنا رابط للوصول إلى مقال فيه شرح عن قواعد التوبولوجي للنقط. في البداية التوبولوجي يعني هو المقصود فيه تصحيح الشكل الهندسي يدويا، سواء على طبقة من نوع نقط أو بوليجون أو لاين. التوبولوجي هو تحديد العلاقة بين الطبقات من خلال الشكل الهندسي للظواهر الجغرافية. يعني لماذا نهتم بالتوبولوجي؟ لأنه يضمن بيانات صحيحة من حيث الشكل الهندسي، وبالتالي التحليلات والمعالجات الجغرافية نتائجها بتكون حسب الهدف، وبتعطينا جودة بيانات ممتازة. أولا عند إنشاء التوبولوجي علينا ضبط الإعدادات لتصحيح الأخطاء الهندسية سواء كانت تلقائية أو يدوية. طبعا تلقائية في عنا درس بيحكي عن هذا الموضوع، نقدر نضغط من هنا فمنروح بودينا على دروس سابقة عن التوبولوجي، ينصح بمتابعتها ومشاهدتها قبل متابعة هذا الدرس. بالنسبة للقوانين في التوبولوجي الخاص في النقاط، في عنا أول قانون يجب على كل نقطة أن تكون على حد المضلع من طبقة مضلعات. بمعنى لو فتحنا صفحة أرك ماب، نضيف أول توبولوجي، تمام. في عنا نفتح الإديت على الطبقة، ومن صندوق التوبولوجي نختار البحث عن الأخطاء. في عنا النقطة خاطئة، ليش؟ لأنه الشرط أو القاعدة إنه يجب أن تكون النقطة على حد المضلع. عنا نقطة في المنطقة هون موجودة على الحد، ما فيها مشكلة. لكن النقطة اللي عنا هون، لو طفينا طبقة البوليجون والتوبولوجي، هاي النقطة داخل المضلع، هي لازم تكون على الطرف. عشان نحل هاي المشكلة نقدر احنا من خلال هاي تحديد الخطأ نعمل رايت كليك، نقدر نستثني الخطأ. عشان نحل هاي المشكلة نقدر نمسك النقطة من أداة الموف، نسحبها على الحد تبع البوليجون، بعدها بنعمل ابديت عشان يظهر عنا توبولوجي جديد، فبنلاحظ اختفاء الخطأ هون. أما بالنسبة للخطأ الثاني، يجب أن تكون النقطة في نهاية أو بداية الخط فقط. بمعنى نكون نضيف التوبولوجي الخاص بهاي القاعدة، نفعل شريط الإديت، نبحث عن الخطأ. في عنا هاي النقطة، لو نغلق أو نطفي طبقة التوبولوجي، في عنا نقطة هون مش موجودة على خط، بالإضافة للنقطتين اللي عنا موجودات على بداية ونهاية هذا الخط. بمعنى لو هاي النقطة نقلناها في وسط الخط وعملنا تحديث للتوبولوجي، صار في عنا الخطأ هو، لكن المكان اتغير. عشان نتفادى هذا الخطأ نقدر من أداة التوبولوجي نعمل تحديد للتوبولوجي، بنعمل رايت كليك، نقدر احنا نحذف هاي النقطة ونستثنيها من الخطأ. ايضا نقدر احنا نعمل سيلكت لهاي النقطة ونضيفها على بداية الخط او على نهايته، بعدها نعمل ابديت، راعينا هذا الخطأ. ننتقل الى القاعدة الثالثة من قواعد التوبولوجي الخاصة بطبقة نقطية. يجب ان تكون النقطة على الخط فقط، اللي قبلها نهاية او بداية الخط، أما في هاي القاعدة على الخط فقط، يعني مش شرط تكون في البداية أو النهاية. بمعنى لو ضفنا هاي التوبولوجي، طبعا هذا الشرط التوبولوجي في عنا قاعدتين اللي هم اللي ذكرتها، يجب أن تكون النقطة على الخط فقط، بالإضافة أنه يجب أن تكون النقطة داخل المضلع. يعني إذا في عنا نقطة خارج المضلع خطأ، ونقطة مش على الخط بعطينا أيضا خطأ. نفتح الإديت عن الطبقة، بعدها نقوم بالبحث عن الأخطاء. في عنا خطأين، الخطأ الأول أو القاعدة الأولى إنه يجب على كل نقطة تكون على الخط،
عندنا يعني 3 نقاط مش موجودات على الخط. لو عملنا زوم أكثر ونغلق أول إشي طبقة البوليجون، عندنا هذول الـ3 نقاط مش موجودات على الخط. تمام، نقدر إحنا نحل هذا الخطأ، نعمل تحديد للتوبولوجي، رايت كليك، نقدر إحنا نستثني هذا الخطأ، أو لحل هذا الخطأ بنقوم بعمل موف على النقطة ونوضعها على الخط. تم وضع جميع النقاط على الخط، نعمل أبديت للتوبولوجي، جميع الأخطاء راحت. أما بالنسبة للقاعدة الثانية، إنه يجب أن تكون أي نقطة داخل البوليجون. هاي هذا البوليجون عندنا موجود، في عندنا هذا الخط، نقوم بتكبيره. تمام، هاي نقطة موجودة على الخط لكن مش موجودة داخل البوليجون، نعمل أبديت، ظهر عندنا نقطة. لو عملنا بحث عن الأخطاء الخاصة في البوليجون بحكينا انه في عندنا هاي النقطة مش موجودة داخل المضلع. لحل هاي الخطأ نعمل رايت كليك لأداة التحديد التوبولوجي، رايت كليك، نقدر نحذف الخطأ او بنقدر احنا نصلحه، انه نمسك النقطة نضعها داخل المضلع. اما بالنسبة للقاعدة الخامسة، يجب أن تكون كل نقطة فوق نقطة من طبقة ثانية. يعني في عنا إحنا 2 نقاط، يجب إنه الطبقة رقم 1 الهدف إنها تكون إنه جميع النقط الموجودة فيها تكون مطابقة لنقط الطبقة الثانية. بمعنى نقوم بإضافة التوبولوجي الخاص فيها، عندنا هذول مجموعة النقاط، نفتح الإديت، بدنا نعمل سيلكت على النقاط الموجودة عندنا، نتف التوبولوجي مثلا، هاي أول نقطة، هاي أعطاني السيلكت 2، معناته في نقطتين متطابقات. نعمل سيمبل أكبر، نغير اللون، هاي لون أحمر. إذا في عنا 3 نقاط متطابقات على 3 نقاط فقط، أما النقطة اللي عنا هون والنقطة اللي هون ما في نقطة عليهم. نقوم بتشغيل التوبولوجي، بعطينا خطأين، هاي النقطة وهاي النقطة، بمعنى إنه مش موجود نقطة حمراء فوق النقطة الخضراء في المنطقة هون والمنطقة هون. نختار سناب، طبعا احنا هون لازم نحط قيمة التوليرانس، المسافة المسموحة للسناب، خليها زي ما هي 0. بعدها نضيف نقطة فوقها، هاي نقطة حمراء، نضيف هون نقطة وهون نقطة. بعدها بنعمل ابديت للتوبولوجي، نطفي نغلق النقاط، فيش عنا ولا اي خطأ موجود، انحلت هاي المشكلة. اخر قاعدة عنا في النقاط، يجب الا تكون كل نقطة متطابقة لنقطة من نفس الطبقة. يعني عندنا طبقة واحدة، لنفرض انه بالغلط تم اضافة نقطتين بالغلط او اكثر، فعندنا هاي القاعدة بتكشف هذا الخطأ. نقوم بإضافة التوبولوجي الخاص في التكرار، في عندنا مجموعة النقاط، عندنا هدول النقاط، في عندنا لو قمنا في فتح التحرير او قمنا في فتح الإديت، نعمل سيلكت هون عنا، هاي وان سيلكت وهون وان سيلكت، يعني عنصر واحد او فيتشر واحدة معمولها سيلكت، لكن محل ما في عنا خطأ في عنا هون تو سيلكت فيتشرز، نفس الاشي في المنطقة التانية. اذا لحل هاي المشكلة من اداة تحديد التوبولوجي، نضغط على الخطأ، نعمل تحديد ورايت كليك، نقدر احنا نستثني هذا الخطأ او انه نحذف نقطة من النقطتين الموجودات عندنا هون. بمعنى لو عملنا كمان مرة سيلكت للنقطتين، فتحنا الاتريبيوت تيبل، في عندنا هاي النقطة وهاي نقطة من الطبقات، نقوم بحذف واحدة منهم، فتلقائيا بنحل الخطأ.
هاي النقطة الثانية، نقوم بحذف نقطة من النقطتين مباشرة، بروح عنا الخطأ، ببطل في عنا خطأ هندسي. هيك احنا شرحنا جميع النقاط او جميع القواعد الخاصة لطبقة نقطية في التوبولوجي. بتمنى ان الجميع يكون استفاد من هذا الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.